رماني لجنتي قادو تتبع عمل تقييم شفشاو. شكرا جميعا كجسم صحفي على تعاملكم الراقي والايجابي معنا جميعا في مكان الحديث. هناك جزئيات بسيطه سنضبطها ان شاء الله بعد هذا اللقاء الصحفي فيما يخص الترتيبات اللي كتخصكم كصحفيين. بعدناكم على جانب مكان الحادثه فقط لسبب واحد لا غير، هو من اجل سلامتكم لا اقل ولا اكثر. هناك عنصر الظلام والليل تفاديا لشيء ما يحمد عقبه. تمت تجليه الجميع على المشارف. نعود الى القضيه الماساويه لسقوط الطفل ريان بالثقب المائي. العمليه في المرحله الثانيه ديالها كانت غاديه ان شاء الله بشكل ايجابي ان شاء الله. كنتمنوا من الله ما يكونش انجرى في التربه. كنعرفوا بانه كاين ايكيب فريق ديال العمال لتحت، هذا الفريق هو 4 ديال الناس، وكاين 4 ديال الناس يعني كيتناوبوا على عمليه الحفر. ما نبغيوش ليهم يتاذوا تما لداخل. عمليه الحفر يشوبها حذرين على امرين اثنين. الاولى هي الحفره الكبيره باش ما يوقعش فيها انجراف كيف ما كتشوفوا. راه ديجا كانت في الساعه الاولى شفتوا واحد شويه ديال باش هذا كنموذج كيطيح واحد متر على متر. كانت باستعانه بالتقنيه كيبان لك كيطيح، كتخرج العمال حتى كيطيح، كتحيد داك التراب كله عاد كيرجع العمال. لحد الان ان شاء الله الامور غاديه مزيان. كاين حتى الثقب المائي، حتى هو بانه ثقب مائي قديم وفيه اصلا 28 متر مردومه في 32 اللي باقي خاويه. حتى هو خاصك من تقرب الضرب ديال الحفيرلي باش ما هو ما يريبش وباش ما يعقدش العمليه. وكنتمنوا من الله هذاك الديبار نخرجوا فيه نيشان. تبارك الله عليكم. يا طيب نتمنى من الله ان تحمينا الساعات القادمه بشرى خير. هناك سيارات اسعاف طبيه متكامله باحدى التجهيزات الطبيه يتراسها فريق طبي متكامل ديما هو طبيب انعاش ومروحي الدرك الملكي، ستعمل على نقل الطفل الى اقرب وحده شيء. كلها مؤشرات اننا نامن الله تبارك وتعالى ان لا يخيب ظننا. شكرا لك وسلم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.